عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب ذكي لبيب شكلي ضريب اسمي انا عبقري اعمل اعمل انوي خيرا لكن اسفا اخطئ دوما اعمل اعمل انوي خيرا لكن اسفا اخطئ دوما دوما طبعا لا اصيب وانا صدقا انوي خيرا عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب حسنا أيها الفريق انتهى التدريب لهذا اليوم إلى الحمامات للاغتسال شكرا لك انتبهوا سيكون التدريب المقبل بعد يوم غد السيد قنفذ إن السيد قنفذ جار مثل بقية مخلوقات الغابة على ما أظن سكاكين تصيبني بالعصبية إنها أشواك وليست سكاكين فكري بالأمر بالشكل الآتي قد يساعدك إن كنت في ورطة أظن ذلك إنه يستطيع إطلاق أشواكه كالرماح بينغ 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 ماذا يطلق أشواكه من أين عرفت ذلك تالا؟ الجميع يعلم ذلك أشياء عديدة من التي يعلمها الجميع غير صحيحة إن القنفذ لا يطلق أشواكه تذكري إن الغابة تحتوي على أنواع مختلفة من المخلوقات وعلينا أن نقبل بها كما هي أعتقد ذلك أختي هيا بنا انتهينا اليوم شكرا لمساعدتك كان ممتعا إلى اللقاء غدا يا معلمتي انظروا إلى ذلك الولد يمشي منتصبا يرافق أخته إلى البيت أفضل الموت على القيام بعمل تافه ولكن لا أختلك ماذا تعني؟ إضافة لشعورك بالغيرة لاستغنائهم عنك في فريق كرة القدم انتبه لكلامك ماذا تفعل الآن؟ ما قلته لي انتبه لكلامي انظروا إليهما يعقدون صداقات مع مخلوقات تافهة سخيف انتبهوا سنضحك عليهم الآن نحتاج كمية من البلوط ما هذا؟ مرحبا 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 ما هذا توقف حسنا مزعج لا داعي لتضييع وقتك معهم هيا ماذا تفعلين دعيني أؤدب هؤلاء الأشقياء اذهب واحكي للفراشات هيا بنا إن الواحد منهم أكبر منك مرتين تقول المعلمة جين إن الغابة تحوي جميع الأنواع من المخلوقات صحيح ولكن يمكن الاستغناء عن واحد مثلي هذا إنه واحد لن أضيفه إلى قائمة الجيران الجيدين نتكلم عن الجيران انظر عائلة المرموط ترحل من بيتها ويعرضون بيتهم للبيع رحلة موفقة أقدر مشاعرك يا سيدتي ولكننا اشترينا بيتا جديدا في الجزء الآخر من الغابة وأرجو أن يكون مريحا لنا وداعا وداعا ترى من سيكون جيراننا الجدد القنادس تنظر للبيت قنادس؟ عفوا يا أبي أقصد الجيران ممتازون لا يمكن أن تحصل على أفضل منهم كجيران يعملون بجد مهندسون بارعون متخصصون ببناء السدود سيكون هناك مخلوق أناقش معه أمورا هندسية
أبي، لم نعرف أبدا عن خبرتك الهندسية. كنت تعرفين أمي؟ في الواقع عرفت عن الإجهاد والتعب، ولكن لم أعرف عن الهندسة. انظروا لهذا، يبدو ممتازا بلعبة الكرة. يبدو بيتا جميلا. أظن ذلك. مرحبا. مرحبا. والجيرة اللطيفة أيضا. أظن ذلك. توقف عن ذلك وإلا لن تأكل شيئا للعشاء. ما رأيك في البيت يا عزيزي؟ لا يناسب، إنه بعيد عن الماء وأنا أكره التنقل يوميا. تعالوا يا صغار سنذهب. وداعا. أوه أرانب، رائع. نعم، سيكونون الجيران الرائعين جدا. أين حبل القفز؟ مرحبا. إنه بيت لطيف. نعم، ولكنه صغير بالنسبة لعائلة تتكاثر. سبعة صغار وواحد على الطريق. حسدا، هيا إلى الأمام. هب 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 هب. خسارة، لطيف جدا لو بقي الأرانب جيرانا لنا. إنها أسرة كبيرة. إنهم أساس الانفجار السكاني. أعتقد أن لا أحد سيشتريه الآن. نعم، إنها خسارة فعلا. يا إلهي، يجب أن نسرع، السماء ستمطر. يا إلهي، أظن أن البيت قد تلف من هذا المطر. حسن حظ أنه خالي، والآن لن يسكن به أحد. وضع أحدهم لافتة مباع أمام البيت الشاغر. وهذا يعني أن السيد ظربان قد عاد. جارنا ظربان؟ سيء. والآن اهدأوا جميعا. أمي، ماذا سنفعل؟ ما سنفعله هو أن نرحب بالسيد ظربان كما كنا سنرحب بأي جار آخر. سنأخذ له هدية من العسل. ولكن عسل المفضل، لما لا تأخذين له بعض القرنبيط والبازيلا أو فاصوليا الجافة؟ سنقدم له أنفسنا ونساعده قدر الإمكان. مرحبا سيد ظربان. أهلا بكم، لابد أنكم جيراني الجدد. شكرا لك، العسل هو ما أفضل. قبلت شراء المكان على علاتي لأنني ظننت أنه ملائم لي، ولكن لم أتوقع تلك العاصفة، لم أتوقعها مطلقا. إنه أكثر الأمكنة سوءا وخرابا. لا تقلق، سيتحسن المكان بهزتين من ذيلك. ما رأيك؟ يا إلهي، إن أباكما قوي جدا، وأنا طبعا لدي سمعة قوية جدا جدا. أنا ممتن لكم، لقد قدمتم لي مساعدة كبرى. أبدا يا سيد ظربان، هذا واجب على الجيران. شكرا لكم. عفوا يا سيدي. نحن في الخدمة، هيا يا أختي علينا أن نسرع إلى المدرسة. يا إلهي، جار سيء أمامنا. من الأفضل أن تبتعد. نحن ذاهبان إلى المدرسة ولا نريد أن نتأخر عنها.
مسموح لأصدقاء المعلمة أن يتأخروا عن المدرسة، ومسموح لهم أيضا المجيء إلى المدرسة بدون كتب. أعطني حقيبتي المدرسية يا جزرة، هيا، وإلا سأهجم عليك. أنت ومن أيضا؟ هو وأنا. حقا؟ من أنت يا صاحب الفروة؟ باستطاعتي أن أركلك وأوصلك إلى بلدة أخرى برجلي. أظن أن علي أن أستعمل قوتي. سأضربك يا هذا، سأضربك. رائحة سيئة. كان حلا مناسبا. شكرا لمساعدتك سيد ذربان. انسيا الأمر، على العموم المساعدة هي واجب الجيران الجيدين. صباح الخير معلمتي. صباح الخير. ذربان جار ممتاز. الغابة تحوي جميع الأنواع من المخلوقات، وبالإضافة لهذا إنه مخلوق ممتاز ليقف بجانبك عندما تتعرضين للمشاكل. أخبار بلاد الحكمة، معجزة من معجزات الاتصالات. نعم، حرية الصحافة تعمل. كم أنا محظوظ، محظوظ لأنه لا يصل إلينا الحليب. يا له من موزع جرائد مزعج. لو أنني أعمل في حقلي بطريقته في إيصال الجرائد. ما هذا؟ انظروا لهذا. فاز المزارع الظريف بالجائزة الأولى لإنتاج اليقطين. سأريها لزوجتي. للسنة العاشرة على التوالي يفوز المواطن القديم المزارع الظريف بالجائزة. نعم، لا أحد يستطيع الفوز بهذه المسابقة مثلي. أعتني باليقطينات، أعطيهن فيتامينات، أنظفهن من الغبار وأعمل لهن. لا، لا يمكن، لقد سرقت النجدة. للصنصرة اليقطينات الفائزة، سرقت. نهاد، سرقت، ساعدوني. أختي، أسمعت ما يقول؟ سرقت يقطينة المزارع ظريف. قضية لا تخصني، تخص المحققين الحكماء. علينا أن نتصرف بسرعة. نعم، سنحضر حقيبة المحققين المعتمد عليها. هيا فريد، الحق بنا، لدينا قضية. لقد سرق المزارع الظريف. هيا فريد. حسنا، أنا قادم. اترك العظم حالا، سنلاحق مجرمين. الحقيبة في المرآب، ابتعد. نعم، كل شيء في مكانه. العدسة المكبرة، القيود، لن يفلت منا هذا اللص. هذا أكيد. ما الذي سرق بالضبط من المزارع الظريف؟ يقطينة. يقطينة، رائع، سنتحرى عن قضار. مدهش. إنه اعتداء وحشي، تسرق مني وفي وضح النهار. لا تقلق سيدي، جريمة سرقة يقطينتك ستحل قريبا. أحقا؟ نعم، إنها بأيدي المحققين الحكماء. جريمة يقطين، محققين. القاعدة الأولى تقول يجب عليك أن تفحص مكان الجريمة. مكان الجريمة؟ وهل ستجدون لي يقطينتي؟ لا نضمن ذلك، ولكننا لم نفشل بعد. أنا المحقق العبقري في خدمتك دائما. نعم سيدي، لقد فحصت أماكن الجرائم من هنا وحتى زنجبار، واطلعت على جميع أنواع الفساد المعروف في الدنيا، من سرقة العسل وهي جريمة خسيسة، إلى تعذر توقيف السيارة عند مرور البط وهي جرحة بسيطة إلا إذا كنت بطة. أعطني الملقط، يوجد شيء هنا. هل وجدت دليلا؟ وجدت دليلين، خيط أزرق وخيط أخضر. إذا كان اللص يلبس ملابس زرقاء وخضراء، إنه مزج قبيح جدا للألوان. انتظر حتى يراها أبي.
أين أبي؟ هيا ابحث عن أثر اللص أيها الكلب الرائع. افتح خياشيمك، لا يستطيع اللص مقاومتك يا صاحب الأنف النبيل. أبي انظر. رائع، أصحيح ما أرى؟ آثار، آثار تدين المجرم. هيا يا صديقي الرائع كركر، هيا هيا. أبي هذه آثار أرجلي. البقرة. هيا يا بوسي، هيا يا بوسي العزيزة، هيا. كركر، إنه اسم مستعار. أبي احذر، إنه الغوص، يبدو ضعيفا. أبي انتظري. أبي محتال ماهر، استعمل آثار حوافر البقر ليشتت انتباهنا عن مكانه اللئيم. نعم سيدي، نحن نتعامل مع مجرم من الدرجة الأولى، إنه محتال. بروفيسور واقعي، خياله واسع. أبي نحن في بلاد الحكمة في مزرعة المزارع ظريف، نبحث عن اليقطينة. أنتم على حق يا صغار. نعم، في دورة الحياة الكبيرة أهمية اليقطينات الوديعة للإنسان قليلة. لا تستحقها أي خطر الواحد من أجلها، ولكنها وبالتأكيد ليست أي يقطينة. غريزة الداخلية تقول إن هناك فسادا قريبا منا، ولن أستريح أبدا ولا دقيقة قبل أن أتمكن من القبض على هذا اللص الجبان. هيا بنا، هيا. أبي انظر على هذا، عرنوس درة، قشر برتقال، خط طويل من القمامة. ما معنى هذا؟ هذا يعني حرامي قذر بالتأكيد. قمامة منتشرة إشارة إلى أنه لص قذر. ظن ذلك، لا يمكن أن يقوم لص لوحده بسرقة يقطينة قيمة، إنها مؤامرة، إنها عصابة. استمع لهم، يأكلون ما سرقوه، إنهم أذكياء، ولكن سنمسك بهم وبسرعة الآن بهدوء. أبي أبي انتظرنا. أبي أبي هذا يفسر سبب وجود عرنوس الذرة وقشر البرتقال والقمامة، إنهم يزدرون كل شيء. انظر يا أبي، لقد وجدنا دليلا حقيقيا، ورقة يقطينة. ورقة يقطينة؟ أنا على استعداد للمخاطرة بسمعتي. هذه القطعة التافهة من ورقة اليقطينة مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالقضية. شيء رائع ما يمكن استنتاجه من هذه القطعة من ورقة اليقطين. فمثلا أستطيع أن أعرف من الطريقة التي قطعت بها هذه الورقة. قد يكون اللص بالتأكيد أعسر، لهجته فرنسية، أو قد تكون سويدية. ما هذا؟ اللص قريب منا. نعم، إنني أشم رائحته. لكن هذه الرائحة، رائحتك غير مهم، المهم أنني أحس أن اللص قريب من هنا، وفي الحقيقة أنني أراه الآن. ها هو، أرى أحدهم، أراهنك أنه كان يتلصص علينا طوال الوقت. رائع، أخيرا وجد أبي لص اليقطينة. هيا أسرع، أفرغ الحقيبة، أعطني إياها. ماذا ستفعلين؟ لا أريد رؤية ما سيحدث. حسنا، أمسكت بك، انتهت اللعبة، أنت محاصر، استسلم. جمال، هيا أمسكه يا أبي، هيا أبي تشجع، هيا أبي، هيا هيا. لماذا يتقاتل والدكما مع فزاعات الحق؟ الفزاعة؟ هل أنت متأكد؟ طبعا، فأنا رأيته بنفسي. ها؟ يقطينتي أولا، ثم بقرتي، والآن حقل الذرة. ما الذي فعلته بفزاعتي؟ لقد أصلحناها الآن، وهذا يعني تقدم، تقدم نحو الأفضل. انظر، إنها تثير الفزع في قلوب الأعداء.
أتمنى لو أننا نجد دليلاً آخر. انظروا، إنه شريط الجائزة. نقترب من الحل. انظر، بذور يقطين. قريبين جداً، أعطيني القيود. لكن أبي، كن حذراً. لقد وجدت اللص، عصابة من اللصوص. أمسكت بك، لن أستطيع الهروب الآن. سأسرع للمساعدة. ما هذا، ثلج؟ كلا، إنه ريش. لك الحق بأن تصمتي قليلا. أبي، هل وجدت اليقطينة؟ نعم، لكن هذه قشرتها. رائحة يقطين طيبة. ما الذي يجري هنا؟ هيا لأكل فطيرة اليقطين. ما رأيك؟ لقد نجح المحققون الحكماء. زوجة ظريف هي التي أخذت اليقطينة. حلواك المفضلة فطيرة اليقطين. هل أعجبتك المفاجأة؟ نعم، لقد فاجأتني. وما رأيك بملابسي الجديدة يا عزيزي؟ أحب هذه الألوان، الأزرق والأخضر. إنها جميلة يا عزيزتي. والآن تذوق الفطيرة. لذيذة. سنقتسم يا عزيزتي الجائزة الأولى، أنا من أجل اليقطينة وأنت للفطيرة. يبدو أن قضية اليقطينة قد انتهت. لذيذة. عالم عجيب، عالم غريب، عالم عجيب، عالم غريب، عالم عجيب، عالم غريب، عالم عجيب، عالم غريب. ذكي لبيب، شكلي ظريف، اسمي أنا عبقري. أعمل أعمل أنوي خيرا، لكن أسفا أخطئ دوما. أعمل أعمل أنوي خيرا، لكن أسفا أخطئ دوما دوما. طبعا لا أصيب، وأنا صدقا أنوي خيرا. عالم عجيب، عالم غريب، عالم عجيب، عالم غريب، عالم عجيب، عالم غريب، عالم عجيب، عالم غريب، عالم عجيب، عالم غريب.